هاتك الباقي يا مصطفى. الحق البيتي ورقة. ايه اللي عمل في البيت كده يا بركة؟ يخربك يا فريدة، يخربك يا فريدة، ولسه يا بركة ولسه. طب يلا هيمو هيمو نوضب البيت. محدش جانب من أي حاجة. حساباته لازم أصفيها أول بأول. أيوة كساب. شفت الكلب عايز مننا ايه؟ عايز ايه يا باشا؟ نظف الترابيزه وانت الاباجور نظفها صبي. الترابزين عايزاه زيت علق ده بس. اشتغل كويس يا ابني انت وهو، راعوا ربنا في اكل عيشكوا. تمام كده؟ في حاجة تانية؟ اكنس لي بقى الحتة اللي ورا دي. يلا اكنس لك؟ أنا بقالي 40 سنة ما مسكتش مقاشة. طب يلا هترجع لها دلوقتي. فكرة برضه فكرة. أنت يا حاجة ما عندكيش شوية غسيل أخدهم لك بالمرة؟ أهلا أهلا وسهلا، إزيك يا حبيبي؟ أنت ما بتجيش ليه؟ تعال. الله تعال، انت وحشني قوي. تعال يا حبيبي. وانت يا حاجه برضه وحشاني. تعال انت الوحيده اللي بتحسسيني ان الناس ضميرها صحي تاني. قوم يا راجل قوم امشي. تتصعبني ولا ايه؟ مين ده؟ واضح ان الجنان مسيطر على العيله.